الله كيف تحارب أقواما وتقاتل أقواما يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال له أبو بكر: ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: إلا بحقها وحسابهم على الله، فالزكاة من حقها. شايفين الفهم؟ فالزكاة من حقها. الشاهد أيها الأفاضل أن أبا بكر رضي الله عنه كان أعلم الصحابة وأفهم الصحابة بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام في رواية قال: على رسلك يا أبا بكر، انتظر. الصديق يبكي. وفي رواية أخرى سنقرأها الآن، سنقرأ أكثر من رواية الآن، قال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله، نفديك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله، في لفظ آخر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: على رسلك أبا بكر، انتظر. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم مبينا مكانة الصديق الأكبر، فقال في كلمات بليغة من أبلغ ما قاله رسول الله، قال: إن أمن الناس علي، يا لفظ عالية جدا، إن أمن الناس علي، والله ما في حد له منا على رسول الله أبدا، والله ما في بشر له منا على رسول الله أبدا، بل الله وحده هو ولي المن وصاحب الفضل والعطاء لرسوله. ومع ذلك شوف وفاء النبي، ما هو خلي بالك، لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذو الفضل، لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذو الفضل. رسول مش ناسي فضل الصديق وعطاء الصديق وبذل الصديق. فبيقول: إن أمن الناس، أمن بصيغة أفعل التفضيل، يعني ما فيش بعد أبو بكر. إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر. يا الله على الوفاء، ما أجمل الوفاء، من الأخلاق اللي بتأسرني الوفاء. الوفاء مش قلة الأصل والندالة. ما أقبح أن تعرف إنسانا ندلا لا أصل عنده، يتنكر لك في عشية وضحاها وينسى كل فضل منك عليه بعد فضل الله جل وعلا عليكما. ما أخبث هذا النوع في البشر وما أرداه، ولا أكره إنسانا مثل اللئيم، ولا أحب إنسانا مثل الوفي. الوفاء خلق عالي جدا، بل أراه خلقا جامعا، جامعا للخصال الحميدة وللأخلاق الكريمة. ولذلك أنا أقول رمز الوفاء في الأمة كلها خديجة رضي الله عنها، رمز الوفاء في الأمة خديجة. ولا شك أنها ما استمدت هذا الوفاء إلا ممن علم الدنيا الوفاء، فأصل الوفاء في الأمة إمام الأنبياء. إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر. ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. يا الله، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. لو كنت متخذا خليلا أي غير ربي، أي غير الله عز وجل، في نفس الرواية: لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا. ولكن خلة الإسلام ومودته، لا يبقى في المسجد باب، ده بيان نبوي، لا يبقى في المسجد باب إلا سد، إلا باب أبي بكر رضي الله عنه. لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا. ولكن خلة الإسلام ومودته، لا يبقى في المسجد باب إلا سد، إلا باب أبي بكر رضي الله عنه. ولا شك ولا ريب أنها إشارة واضحة جدا،
كما يقول علماء أهل السنة إلى الخلافة، لا يبقى إلا باب الخليفة، تسد كل الأبواب إلا باب الخليفة الذي سيخرج منه للصلاة بالأمة. فمن وظائف الخليفة والإمام الإمامة، أن يصلي بالناس إماما. وفي رواية في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي بسند صحيح ورواية طويلة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوما فقال: إن رجلا خيره ربه بين أن يعيش في الدنيا ما شاء أن يعيش فيها، الله الله الله، يأكل من الدنيا ما شاء أن يأكل منها، وبين لقاء ربه فاختار لقاء ربه. فبكى أبو بكر رضي الله عنه، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تعجبون من هذا الشيخ؟ الصحابة بيقولوا لبعضهم: ألا تعجبون من هذا الشيخ، يعني من أبي بكر؟ رسول الله ذكر رجلا صالحا خيره ربه بين الدنيا وبين لقاء ربه فاختار لقاء ربه، فكان أبو بكر أعلمهم بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام أبو بكر فقال: بل نفديك بأموالنا وآبائنا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من الناس أحد أمن علينا في صحبته وذات يده من ابن أبي قحافة، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابن أبي قحافة، ولكن ود وإخاء وإيمان، ولكن ود وإخاء وإيمان. كررها مرتين، يعني هو أخوه في المودة والمحبة وأخوه في الإيمان، لكن لا يوجد خليل لنبينا إلا